عليكم ورحمه الله وبركاته. خويا هاد الناس هادو راه غير تيسدوا علينا، ما فهمناش علاش هاد تيسدوا يسدوا. واش الطوبيسات عامرين، الكيران عامرين، المحطات عامرين، وحنايا سادين علاش؟ ما فهمتش انا علاش. اصلا ما كاينش الناس بعدا قهوي عامرين، كلشي عامر، وحنايا سادين لنا. ما عرفتش اخويا، الناس راه مقصحه اخويا، الناس راه واكله الدقه اخويا من العام اللي فات، هما واكلين الدقه اخويا. هادشي خصو حل اخويا، راه بزاف على هادشي هذا، والله الا بزاف على رقبتي. الناس راه عندها ولاد، راه عندها مسؤوليه، راه عندها دريتات، راه عندها بزاف د الحوايج. الله يحسن العوان لكل واحد، ولكن باش يجيو من الصباح ما بين عشيه وصباح يسدوا، راه ماشي معقول هذا. شحال ما خدام معاكم فهاد خويا؟ راه حنا عندنا شي تقريبا شي 12 واحد ولا 14 واحد، ما بين العيالات والرجال واللي انت مقابل. اي راه شي كلشي اخويا تقطع من الرزق ديالو، ما كاينش اخويا. بزاف على هذا الشيء هذا، بزاف. الناس اش غياكلوا هاد الناس هادو؟ واجي طرق عليه سد عليه الباب واش غياكل؟ وراه العيد مع مثلا فيه مضروبه فيه في العيد، وزاد عاوتاني المدرسه جايه هادي والدراري وكل شيء اخويا. ماشي خصو حل اخويا هذا، وشكرا. ثمانية تيقول صافي كل شيء تيطرق. ماشي ثمانية غير تيجي ويفرض على واحد الحاجه اللي ما كايناش، سد على عباد الله، وخص خصم الحل وشكرا.